الرحمن الرحيم. أبنائي أصدقاء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل ما تعرفون احنا شوية حاليا هاي الأيام بنمر بظرف نوعا ما عصيب، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليكم بالسلامة والأمان ونتجاوز هذه المحنة كل قوة وإرادة إن شاء الله، وتكونون بأتم الصحة والعافية والسلامة. مثل ما تعرفون احنا ارتئينا نتواصل معكم إلكترونيا، وتكون محاضراتنا عن طريق فكرة التعليم الإلكتروني. اليوم راح نكمل إن شاء الله المحاضرات السابقة اللي أخذناها بالصف، وراح نباشر محاضرات إلكترونية. راح أشرح لكم محاضرة اللي هي نفسها موجودة عندكم أنتم مستنسخيها، راح نشرحها إلكترونيا، وراح أوضح لكم بعض المفاهيم بعض الأشياء المهمة، حتى إن شاء الله تكونون على تواصل دائم ويا المعلومة، تفهمون المعلومة، وإن شاء الله لما نرجع الدوام ما نعيد المحاضرة بشكل كامل، نعيد ولو رؤوس أقلام هايلايتس من المحاضرة، حتى إن شاء الله نلحق نكمل المنهاج، لأن مثل ما تعرفون إحنا أصلا متأخرين بالمنهاج. نتوكل على الله ونبدأ المحاضرة. طبعا مثل ما تعرفون إحنا المحاضرة السابقة كنا نتكلم على موضوع الثلاث حالات اللي يصير عندنا بالليزر بروسس، اللي هي مثل ما تنذكر الـ possible process between photons and atoms، وقلنا هاي الحالات وصفناها للثلاث حالات الأساسية اللي شرحناها واخذناها بكل تفاصيلها، الابزوربشن والسبونتانيوس emission والستيميليتد emission. مثل ما تعرفون شرح سريع جدا انه الابزوربشن هو عملية الانتقال للذرات او للجزيئات او للالكترونز من المستوى الأدنى للمستوى الأعلى بوجود مؤثر خارجي. هذا المؤثر الخارجي هو عبارة عن مصدر، مثل ما قلنا مصدر للضخ الخارجي. هذا المصدر يسقط على ذرة تقع في المستوى الأدنى، هذه الذرة ترتفع للمستوى الأعلى وبالتالي تصبح عملية الامتصاص. طيب هاي الذرة مثل ما تذكرون سابقا قلنا راح توصل إلى مستوى محدد اللي هو مستوى الأعلى، ليش ما تلبث إلا أن تعود إلى مستوى الأدنى. ليش؟ لأن يعني طبيعة الذرات ومثل ما نتذكر صرفنا بهذا الموضوع تميل عادة نحو الاستقرار، والاستقرار هذا دائما يكون نحو المستوى الأدنى. طيب إذا الحالة الثانية اللي تصير عندنا هي عملية spontaneous emission. spontaneous emission هو ذرة موجودة في المستوى الأعلى، هذه الذرة تنخفض للمستوى الأدنى، ومصاحبة عملية انخفاضها هو انبعاث فوتون، وينطلق هذا الفوتون بتردد معين اللي هو من المستوى الأعلى للمستوى الأدنى. الحالة الثالثة اللي هي الاستيميليتد ايميشن، مثل ما قلنا احنا مثل ما صار في المحاضرة هو اللي يهمنا وهو اللي بيربع وهو اللي يكون او يؤسس لعملية الليزر. عندنا احنا الكترون موجود اصلا بالمستوى الأعلى، ويجينا مصدر ضخ خارجي ينطينا الكترون ثاني او ينطينا فوتون ثاني عفوا يكون مصاحب لهذا الفوتون، فيصير عندنا انبعاث لمن؟ لفوتونين. فوتون صادر اصلا من عملية الضخ الخارجي، وفوتون اصلا موجود بالمستوى الأعلى اللي هو نتج لعملية شنو؟ لعملية الامتصاص. فبالتالي هذا الفوتون راح ينطلق بجين بربح اعلى، وبالتالي هو اللي راح يساهم بعملية حصول ربح. ومثل ما قلنا هذا الفوتون من ينطلق انطلق باتجاهات محددة، راح نحاول نوحد اتجاهه بطريقة معينة اللي شو نخلي مرنان بصري، وايضا تكلمنا على هذا الموضوع، وايضا شرحنا بعض المعادلات الرياضية بعض التفاصيل الرياضية، وطيناكم هوم وركات. اتمنى اذا حليتوا هاي الهوم وركات تصوروها وتنزلوها على برنامج المودل. برنامج المودل انا راح نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك على الاكاونت مالتي، وكذلك راح انزل بعض الطلبة اللي مضافين عندي بالفيسبوك حتى تدخلون ايضا على الصفحة على الاكاونت مالتي بالكلاس روم على صف الافتراضي اللي سويناه ايضا. هذا اتمنى طبعا اغلبكم يشاركون بهذا الموضوع. طيب هسه نجي نفعل هذا الموضوع رياضيا. شلون نفعل هذا الموضوع رياضيا؟ اينشتاين قال كل حاله من هاي الحالات نقدر نعالجها رياضيا، حاله الامتصاص absorption، حاله spontaneous emission، حاله الانبعاث التلقائي، وكذلك حاله الانبعاث المحفز. طيب بالاساس لما يكون عندنا ايديالي يعني نظريا او مثاليا عندنا مستويين من مستويات الطاقه، المستوى الاول والمستوى الثاني، المستوى الادنى والمستوى الاعلى، مجموعا بعدد التأهيل بالمستوى الأول زائد عدد التأهيل بالمستوى الثاني ينطينا عدد التأهيل الكلي totally. فبالتالي أنا وأن تو هو number of atoms أو photo أو electrons أو molecules، مثل ما قلنا ما يفرق لنا، ومنها راح نسميه شنو؟ راح نسميه عدد التأهيل في ذلك المستوى. تمام. طيب لما تكون عملية انتقالات للذرات من هاي المستويين عندنا احتمالين لا ثالث لهما، إما